السيدة معالي تتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ فضل ونعم الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام. الله يخليك يا دكتور. أنا لو سمحت يا دكتور عندي سؤال. اتفضلي. أنا عندي ابني سريع الأيمانات والطلقات. بس هو كان في الأول بيشرب مخدرات. وحالته النفسية دلوقتي تعبانة تعبانة. هو بطل ولا ما بطلش؟ ما أظنش. لا هو بيرجع، بيبطل ويرجع، بيبطل ويرجع. يبقى ما بطلش يعني. فدلوقتي رحنا دار الإفتاء 3 مرات. والشيخ أنا قلت له على الحالة اللي عنده، فهو قال له دي آخر يمين، بس هو يعني مش في حالته الطبيعية. فبيتكلم كلام مش معقول، بيتكلم كلام ما بيحصلش. ولا حاجه. ده المخدرات في بعد وقت معين المخدرات بتعمل هوس وبتعمل هلاوس. فانا دلوقتي هو رمى اخر يمين على مراته، ودلوقتي هو معاه ولدين وبنت. انا دلوقتي مش عارفه يعني، انا العيال هم اللي صعبانين عليا، مش عارفه دلوقتي. فانت بتساليني على الطلاق وقع ولا لا؟ ولا بتساليني نعمل ايه مع في الحاله اللي احنا فيها دي؟ الاثنين يا دكتور، معلش. حاضر، هجاوب على حضرتك يا حاجه ام علي. اول حاجه الحلفانات والايمانات دي مش هينفع، لازم نسمع منه، وفي بعض الاحيان بنحتاج للجنه عشان تقول قد ايه هو مسؤول تحت تاثير المخدر عن الكلام اللي هو بيقوله. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه تعملي ايه بقى؟ لازم بشكل واضح اذا وصل ان هو عنده هلاوس لازم يروح للطبيب بقول واحد، لان الهلاوس دي بيبقى فيه خلل في مراكز في المخ وفي خلل في كيمياء المخ، فهو لازم ياخد علاج عشان يخرج ده. وطبعا لازم يتعالج من الادمان، هو خلاص وصل للادمان، فهو لازم يتعالج من الادمان ويخرج من ده. وانا نصيحتي صندوق مكافحه الادمان يساعد في ده جدا 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 جدا. فانا شايف ان هو لازم يروح لده ولازم يعمل الكلام ده. لو عايزه تضغطي في اتجاه صحيح اضغطي في الاتجاه ده، وان شاء الله ربنا يكرمك ويكتب لكم الخير، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليكم بنظر التوفيق والسداد واللطف والكرم يا رب العالمين.